بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نشرح الربط الكهربائي للغسالة كاملة، يعني شلون يربط الماطور الغسيل وماطور النشاف. الربط الكهربائي، كل ماطور بيرن وستار وكم، النشاف بيرن وستار وكم. كونديسر بها 4 خطوط، كل 2 رايح الماطور. تايمر الغسيل ب3 أسلاك، تايمر النشاف ب2 سلكين، وهاي آلية الأمان، آلية الباب العفو. هسا نجي بالنسبة لماطور الغسيل. ماطور الغسيل طرف يروح للمكثف للرن وطرف للستارت، يعني 2 رحل لهناية. الكم المشترك راح يدخل على 220، واضحة؟ زين. عندنا خط من 220 هذا يروح وين؟ يروح إلى التايمر، يرجع لنا، راح يرجع لنا خطين، اللي هو تدوير قلنا الباحث شرحنا عليه، واحد يروح للستارت وواحد يروح للرنينج. هذه كملت آلية ماطور الغسيل. الغسيل يروح للكام، الرن والستارت يروح وين؟ إلى المكثف. خط 220 يروح إلى التايمر، يرجع لنا خطين إلى الستارت والرن. هاي آلية الغسيل اشتغلت وحدها. بقى عندنا بالنسبة للنشاف، ماطور النشاف، الكم هذا يروح ويا الكم، يعني راح يشترك عندك ويا الغسيل، عادي ماكو ضرر. زين، عندنا الرننج والستارت راح يروحن وين؟ إلى المكثف، واضحة؟ بالنسبة للتايمر النشاف ايش راح يجي؟ يجي خط من نايه، مو قلنا راح للتايمر الغسيل، يروح يدخل منه الى هذا الخط ويدخل على آلية الباب. الخروج مات الآلية، يعني من توصل هالبلاتين يرجع الكهرباء وين؟ قبل الى الرننج. اعيدها بالنسبة للنشاف، 220 كم يروح ويا كم الغسيل نفسه، عادي خط 220. الخط الثاني مال 220 عندنا واحد صاعد وين؟ الى تايمر الغسيل، ناخذ منه وين يروح؟ الى تايمر النشاف. الطرف الثاني يطلع لنا على آلية الباب، آلية الباب من تنطبق هذه يرجع الكهرباء وين؟ الى الرنينج. هاي كل الآلية، هاي كل الآلية هنا شوفها من بعيد، هاي كل آلية حتى تحفظوها يمكن بالرسم، كل الآلية ما تربط، ما عندنا اي مشكلة بيها. حتى لو تريد تسلك الغسالة من جديد فهاي الآلية الربط، لا تعقدك الوايرات المربوطة، اهم شيء تفتهم الفكرة. اذا افتهمت الفكرة شلون تربط راح تقدر تربط اي غسالة تجي. فهاي الآلية كلش بسيطة ولا تغرك الوايرات، شوف فوسة وايرات بس هي صافية. فحبينا نوضح لكم هاي الآلية وشكرا لكم.